بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المتابعين، النهاردة ناخدكم جولة جميلة جدا في أغلى 5 فنادق على مستوى العالم. تخيلوا الفنادق دي بآلاف الدولارات في الليلة الواحدة، يعني عشان تروح دبي تاخد ليلة واحدة انت هتدفع آلاف الدولار. قد ايه وفين المكان؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. معانا اول فندق اللي هو بيحتل المرتبة الخامسة، وهو فندق اتلانتس ريزورت. ده موجود في دبي. الفندق ده الليلة الواحدة ب24 ألف دولار لليلة الواحدة. طبعا تضرب في 15 مصري وشوف انت بقى الليلة الواحدة تكلف كام. انا مش فاهم هما بيفطروهم ايه، بس يعني اكيد يستاهل مدام في حد راح هناك ولسه ناس بتروح، اكيد يستاهل 24 ألف دولار في الليلة الواحدة. اتفرج على المكان، استمتع انك عمرك ما تروح هناك. معانا تاني فندق، وهو ده بيحتل المرتبة الرابعة طبعا، اسمه فندق بريزيدنت ويلسون، على اسم الرئيس ويلسون احد رؤساء الولايات المتحدة الامريكية. الفندق موجود في جنيف في سويسرا. فتخيل كده فندق موجود في سويسرا، بلد الجمال والمال. 30 ألف دولار 500 الليلة الواحدة، فندق موجود في سويسرا. الناس اللي رايحة هناك رايحة تطمن على فلوسها، فأكيد يعني بيدفعوا كويس. فتخيل ممكن التبسي يبقى كام، أكيد حاجة كبيرة. يعني لو في حد ليه قريب شحيبر ياريت يكلمه لنا نطلع هنا. في المرتبة الثالثة بقى الفور سيزون، بس بتاع منهاتن، موجود في نيويورك. طبعا امريكا بتسود العالم، فما ينفعش ما يبقاش فيها واحد من اهم 5 فنادق في العالم. المرتبة الثالثة بفندق فور سيزون في منهاتن، الليلة الواحدة ب32500، بفرق 1000 دولار عن المرتبة الرابعة، وطبعا تفرق حوالي 5000 دولار عن المرتبة التانية، وده اللي انا اقوله لكم دلوقتي. المرتبة التانية والقبل الاخيرة فندق جميل جدا، اسمه فندق بالمز كازينو ريزورت. فندق بالمز كازينو ريزورت موجود في لاس فيجاس. ولاس فيجاس دي بلد القمار، معروفة ان اي حد بيلعب قمار على مستوى العالم بتبقى وجهته الاولى ان هو يروح لاس فيجاس. حتى في مثل شهير بيقول what happened in Las Vegas stay in Las Vegas، يعني الحاجة اللي بتحصل في لاس فيجاس بتفضل في لاس فيجاس. الناس اللي بتخرج منها بتعيش اجمل ايام حياتها. طبعا ده في مخيلتهم هم، ما حدش فيهم جه عندنا الطرفة ولا راح بير الجبل ولا زرزور، فاكيد الناس دي مش عارفة الجمال الطبيعي فين، يعني الله يكون في عونهم. المهم ان فندق بالمز كازينو ده الليلة الواحدة فيه ب38 ألف دولار. في المرتبة الاولى بقى فندق جميل جدا اسمه فندق جران ريزورت لجانسي في أثينا. ده موجود في اليونان. اليونان طبعا بلد جميلة جدا وقريبة مننا، موجودة في البحر الأبيض، فيعني جمالها فاق كل الحدود، لدرجة ان الليلة الواحدة تقريبا 50 ألف دولار. ده مبلغ، ده ورث تمام. 50 ألف دولار، هو بالتحديد 47 ألف وخمسمية. يعني تخيل ان انت قاعد في مكان تقريبا كده بتدفع فيه 50 ألف دولار لليلة الواحدة. الفندق زاروه كل المشاهير طبعا، في ناس كتيرة متصورة موجودة فيه. في ناس لما بتروح هناك الفلوجز الكبار كلهم اللي هم الناس اللي بيتابعوا حياتهم اليومية على اليوتيوب موجودين هناك. كل الناس اللي بتشتغل في الموضة بتحاول ان هي تروح هناك عشان تقلد. يعني المكان هناك جميل فوق العادة، المكان هناك ساحر. طبعا الستات الاوروبيات مليين الدنيا، الحمد لله يعني حسبي الله.